السلام عليكم. سيعرض برنامج مداولة لهذه الحلقة قضية من قضايا الجنايات. يستفاد محاضر الضابطة القضائية أنها أشعرت بضرورة الانتقال في شأن جناية إضرام النار عمدا. لنتابع. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم جلالة الملك نعلن عن افتتاح الجلسة. ملف عدد 12/2009. المتهم سمير بن علي، يؤازره الأستاذ شاكر أبو شعيب. الشهيد سعيد بن الكبير. على الشهيد مغادرة ديال القاعة حتى ناديو عليه. سمير بن علي، أنت متهم من أجل جناية إضرام النار عمدا، الأفعال المنصوص عليها ولا العقوبة ديالها في الفصول 581 من القانون الجنائي. أشنو كتقول حول المنسوب لك؟ لا نعم أستاذ، شي ما كاينش. ونهار 12 يناير في هذا العام فين كنتي؟ ما عقلتش نامس، ما عقلتش فين كنت. كيف هي العلاقة بينك وبين العائلة ديالكم وعائلة عيسى بن العربي؟ ومن عام سيدي جيراننا. ارفع صوتك. ومن عام سيدي جيراننا. كانوا مجوجين بخواتاتي بجوج. وطلقوهم ومن تما بداو المشاكل. يا تي فين هذا تاي اللي غنشربو؟ إمتى تلاش؟ تلاش من وقت. يا ويلي على العيالات كي دايرات. هادي هادي. أنا زعما جيت نشوف واش فيكم ما يتجمع. الساعة لقيتكم جلس ناقص العواد بالله. يا مالك اختي جاية تعايرينا؟ قولي السلام عليكم. واش ما غتشبعي فينا معيار؟ او اش بغيتي عندنا في دارنا؟ داركم هادي راه دار الوراثة. ونوضي عطينا رزقنا اللي كنسالوك مدة هادية. هاد المرأة ونعيش الشيطان. ايه دار الوراثة. الله لا خديتي من عندي السنتيم الريال ما تشوفوش من عندي. طير السماء ونزلي الأرض. ماشي حرام عليك. هادي راه دار الوراثة. وكتاكلي مال اليتامى. حلي اش كتنزلي مع قرجوتك يا هاد المراه؟ اليتامى انت كتعرفي شي يتامى؟ الله ما تاخدي من عندي الريال واللي في جهدك ديريه. واش ما غتفقصيني في هاد الصباح ولا شنو؟ لا الفقصه راه نازله عليكم بلا ما حاسه وباز. والله الا وجهك صحيح دابا كلامك من الاخر. والله لا بقاتك وليلي حفين تجيك. انا مشيت. واخا واجي قطعي لي راسي. سيري الله يعطيك الدل اللي ما حدو رخيص. اي هاي هاي جميل في التبنضيل. هادي فين الوليد؟ يلا انا كنصايب وانت كتخسر اسامير. ثاني الوليده امك مشات عند ديك مسخوطه الوالد ديال دارها. تفهمتش ليا اللعبه ديال دارها؟ راه دارنا هذيك ماشي دارها. ما غتولي دارنا حتى يخرجوا منها هذوك القروده. واخا سميره فين هي؟ كتردع وليدها في البيت. وداك الشيء ديال اللي كيتخشى في الوجه شكون اللي مكلف به؟ ما عرفت انا راه كنموت بالجوع. تكلف دابا نمشي نعيط لوليدها تجي تحط لينا. بيني ليا. ايه ارجوك. شوف عيسى انا راه دابا باقا مراعيه ودايره بحساب الجوع ودايره بحساب الدم. وهذا الشيء ماشي باش تطلعوا نتوما فوق ريوسنا وتدليو رجليكم. صافي ساليتي اجيه. انا راه ما كنعرف لا امك ما كنعرف خوك. انت كنعرفك انت اللي مكلف بالكره. تنازي ديري على امي وعلى اختي وعلى خويا وعلى جده وعلى طاسيتي كلها. انا ما مكلف حتى شي كره. صافي يلا فرقنا يكلي بيناتنا فرقنا. واحجر العافيه عطيونا بالطير وميكو علينا البشر. اجي امي اجي دريك الصداع. احنا ما نقدوش عليه. احنا راه ماشي ديال الصداع. واش كاين شي صداع قدكم؟ سميره سميرة شش مالنا مالنا راه كنعس في الولد. ايوا سمحي لي داكشي ناري ما كتبدلش يا خويا. بلاتي صبر شويه تنجمعوا كنا على الماكله. واش نبقى نتسنى فيكم؟ انا راه داير مع صحابي باغي نمشي نقرا. فين هي نادية؟ راه مشات تكلم امي راه بقات هي وياتها. تكون هي مع داك مسخوط الوالدين ديال الطاره. بلاتي نفرجك فيها. سيري بيني ليا سيري. اجي اجي مالك مالك القص ما تنسيش خوك. الله تريكت العراق يا تريكت الحفا يا تريكه الناقصه. هضروا. راه ما غنديرش راسي في كطويره. راه ماشي قدك انا. عطيني اتساع. لا ما ديري راسك الطويره. تعوجي عليا في فمك. سيري قلبي على شي طرز
وعلى شي خياطه وعلى شي جورنال قريب حل لياتك وتي نهار وما طالتي مقابله تبرقيك من الشراجم وتحنزيز من الدفف. الا كاش واحد اللي خصو يقلب على شي جريه هي تي وسيري لا ديريش راسك الدريه صغيره عليك ماشي قدك سيري سيري لا تصفحي سيري البرشا مي 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 بغيتي نجيب لك شي شوايب نمشي نجيب لك شي تقدير زوين حتى الفلوس موجوده على الواليده الفلوس موجوده هو راضي بامه يا وليدي الا مشي غير الكرعين بغيت ناكلهم نجيب لهم امي الكرعين مالك فزات عندك الراس موجوده تاكلي فيهم جغدين انت وياه ايوا الحمد لله ولدي غادي يغدي لي الكرعين اليوم الحمد لله الحمد لله الحمد لله ايوا راه حيت فلوس الكرعين موجودين يا موتو كل شيء موجود الحمد لله وامي وادخلي بحالاتك راه هادو واش نلقاو ديما حنا على هاد الحال زيدي ادخلي اختي الله يخليك هادو راه موالفين الشوها ايوا كل اختي الكرعين فلوس الكرا راه ما كاينينش كاين شي شوها قدك ها كاين شي مرا بحالك ها ما نحتاجش ماتكش بلاتي خليني ندوي بارك الله فيك حرماني من ولد ولدي ما نشوفوش ها ايوا لا لا الا ما عجبكش هادشي سيري زوجي ولدك اللي نولد لك الاولاد ايوا لا لا انا غادي نجوج ولدي ونعاود نطلقه ونجوج ولدي ونعاود نطلقه ولدي لا لا باقي ولد ويعاود ويفرخ الحمد لله ايوا ايوا موتي يا لالا تقلعي علاش نموت سيري تاتي عاوني بيها شي تجويجه سيري تاتي باقا صغيره سيري تا ما نخرجش القرانه واش غاش غنقابل هادي سيري في حالتك سيري لالا الله يسهل عليك سيري عطاك الدل ويا سيري سير على طول الله وعليكم اش غدير هو هادشي اللي صوت عليا الله في مكتوبي هاد المصيبه اللي صابتني يا ربي دير لي تا ويل ديال الخير يا ربي اشنو هو السبب ديال المشاكل اللي بينكم بين عائله عيسى بن بالعربي نعم سيدي هما كانوا واخدين خواتاتي بجوج اختي سميره ولدت ولد واختي ناديه ما ولدتش من بعد عامين اختي ناديه طلقها رجلها ملي طلقها رجلها اختي سميره ناضوا لها المشاكل مع مط رجلها ورجلها طلقها حتى هي ومن ثم بداو المشاكل بيناتنا نعمس نفسي شويه نفسي بغيت نشد عليك شربي لك الشربه ان شاء الله بسم الله بسم الله شويه عندك بسم الله وصلوا على النبي وصلوا على النبي واجي عند خالتي اجي عند خالتي شنو خويا الناس خالتك يعقوب شي وحدين يديروا نفس وينوضوا يولدوا ولادهم كيما ولد ولدي عيسى وليدو صافي امي طارر طيبتيني بالمعاني راه سير ما بقيتش نقدر نستحمل انا علي كاينه كنقولها ما كان معني شيء قالك يا اختي نوضي ولدي مع ولدي سالم واش هو غيبقى بلا ولاد واش انا بيديه راه داكشي بيد الله سبحانه وتعالى علاش كتقولي لنا هاد الهضره هاكي اختي هاكي عاف شويه عليها ايوا راه خصك تنوضي تولدي مع ولدي ماشي يبقى وليدي ضايع ليا بلا ولاد هاك والله يا لاله حرام عليك امي الطاهره حرام عليك واش هي بيديها شدي شدي وسكتي شدي بشويه على الدري على طيف على طيف حسيبي سالم خصك تشوف لي حل مع امك انا ما بقيتش قادره على الهضره ديال السم ديالها مال امي مالها مال امي باغا ليا الخير باغا مصلحتي باغا ليا الولاد مالها واش غندير لك انا لا انت ولا هي معاك وليت ردك شي ديال الله سبحانه وتعالى ومال اختك ولدات مالها وسبحان الله مال اختي انا ولدات ولي كدير فوفك انت اش ندير انايا لا لا اختي لا لا عائلتنا ما فيها حتى واحد عاقر وبلا مارا خويا ولد مع اختك ياك اييه وخويا انا تانايا سبحان الله اختي راه هي راه والده مع اخوك وانت شي واحد عندنا في العائله ما عاقر ايوا اش نديرو شوفي غادي نبقى صابر تانعيا سمعتيني وغنطلقك ونتزوج ما بقيتش باغيك يا كسل ايوا سيدي الله يهنيك وربح بهاد الدار وانا خارجه لك منها وغادا لعند امي الا كانت عندك النفس ديريها دابا نلقاك عند امك والله الا رجعت لك لهاد الدار سالم بشويه عليك هادي هادي امي سيري اختي عند امك اش كتسناي دابا مجدالك بالسطيله مع الخليع راه حيت انا مولفه في دارك ومولفه البساطه ومولفه الخليع والخابيات راه مخليهم في الكوزينه سيري سيري الماء الشطابه تلقى على البحر سمعتي هاد المعيار وهاد الحاله اللي دايره مالها وليده هاد المراه ما بقى بينه وبينها والو طلقت وسالينا الله السلامه والخير سيري وليدي انا راضيه عليك سيري وليدي انا مفرشاك بالرضا ومغطياك به سيري وليدي
انا بغيت لك وليدي بنت الناس اللي تهز بيك وتهز بيا وديرني عمامه فوق راسك. هادشي اللي بغيت يما ارتاح شي شويه. الله على راحه الدنيا غدا ترتاح. ديك شتي بعينيك شتي بكلشي شتي امك كيش عدت ضد مع اختي بيناتهم الله يرحم بك. كيفاش بيناتهم؟ دابا انت كتحامي عليهم. يا لالا مرتو هاديك يدبر راسو معاها. امك هي جبادت العوافي. امي جبادت العوافي؟ امتي واختك امك زينات تبارك الله. ياك عيسى ايوا سمع نقول لك مزيان والله يبقى اخوك يجري على اختي ولا يطلقها والله الا لقيت لك في الدار. تيلا خرجتي من الدار غير في الضو غادي نبقاو بلا اكسجين. ياك عيسى ايوا واخا. انوض انت ما عندك قرايه اليوم؟ قاري الصباح. قاري الصباح؟ نوض انت داير بصح طب بحال تقول بيت سهران بيت شاد الماء. دي مالك سيبك على سيرك كتبكي. سالم حلف عليا قدامه وبهدلني حتى يطلقني. وعلاش يا تصيب دابا على الغيرة العبابيه دابا حيت شاف اختك ولدات داكشي علاش علاه يديرها ليا ندامه انا اللي درت هادشي لراسي. الله ياخذ فيهم الحق الله ياخذ فيهم الحق. كاش من زوره اش من زوره كاش اللي جيب لينا الدل قدك امشي نفريها معاهم دابا انا. اجي اجي فين غادي غتبرك الورد وديها في قرايتك وخليني مني ليهم انا اللي عارفه ليهم انا اللي غادي نمشي ليهم. احنا غنشوف. انت راجل انت اللي ما راضيش باللي قسم الله. وانتي مرنتي تيديري ولادك حطيهم حداك واختك ضحكي عليها. شكون قال سيدي بلا العيب منك انت ماشي من اختي؟ جمعي فمك جمعي فمك لا نوض نصفا كاع معاك. جربوا ديرها وتشوف الا ما دخلتك للحبس. تدخلي الحبس ياك ما ناويه حتى تتلحقي على اختك هي اللي درتيها. ها قولي يا لاله مولاتي انت اللي مشعله العوافي ما بين بناتي ورجالتهم. بسم الله الرحمن الرحيم العوافي راها شاعله في جيلك على هادو شكون هما رجالاتهم هادو راه ولادي ولدتهم وكبرتهم رضيتهم انا اللي رضيتهم رجاله. اي كبار انت اللي والده الاولاد في هاد الدنيا. ايوا لاله الا كانوا ولادك ربحي بيهم وانا اختي غادي نتبعها. ايوا اختي هي اللي درتي نفس وتبعتي اختك اش كتسناي؟ واخا ايوا لاله غنديرها لك على قد فمك. انا ما وش طابه تلقى على البحر. ياك ما قالوا لك دارهم راه طافيه الكانون ولا ما عندهم ما ياكلوا الخبز راه عامل يحفظ الزناقيز اللي قدامي. اي الله عتبتيها مع باب العتبه ديال الدار راه عمرك رجعتي لها. شتي سيدي الا كنتي ولد ميمتك بلاش منك. انت معايا بنتك اش كتقول؟ ايه عندها الحق الا كنتي ولد ميمتك ابرك حداها حس بنتها راه كاين تبوري على برا. اختي العافيه الله يحفظ سيري الله يلقيها لك. سيري وليدي اش غنقول لك الله يجيبك شي بنت الناس. صافي الوالده صافي انت ارتاحي لي انت وخوك انا راضيه عليه انت وخوك. ومن بعد؟ من بعد نعم سيدي فاصطلقوهم تزوجوا وبداو كينوضوا المشاكل ما بين عيالاتهم الجداد وما بين خواتاتي وامي. خاصني نقول لك مزيان انا ولادي جوجتهم واللي عطى الله عطاه واللي زلق جا على عينك فيه. ايوا الله ياخذ الحق في الطالق هادشي اللي غادي نقول لك. اما هذوك البنات ديالك غير صري قلبي لهم على شي رجاله وزيدون رجاله ما بقاوش باغيين يتزوجوا وبقاو واحلين فيك تم. والله الا ضحكتيني. ايوا بناتي بزاف عليك بناتي تبارك الله عليهم وصلى على النبي وبغيت مولانا انا يحجبهم راه جايباتها حداقه وجايباتها زين ومخير في الرجال يتمنى بناتي يديرهم في قاع داره. يا ومنين منين الحداقه قال لي شكون شكر العروسه قال لي امها وخالتها. يا سيدي سيدي شتي عاف قص بناتي هي اللي غتديرك بالعمر واش دابا عجباتك الحاله وخلي انا هي هنايا ونازله هي. انت حرام في عيلك تسمعي راه كلي كنغلي على ساميه كلي كنغلي انايا. حيدي حيدي والله بغيتي تنزل لك انا نازله انا نازله صافي حيدي اختي شوفي سميره يلاه نزلوا ليها شوفي تنزلي لها سيري طريحي اش ما كتشي ديري فمك لتحت واش ما تقلبي لي على الحبس انت بعداش قالت ليها ولا شنو سيري طريحي سير سحي بنت راك الله يحفظك يا ودي راه امك مفرجين عباد الله فينا انت سيري طريحي واش ما تقلبوا لي على الحبس وامك لتحت حنا هنا سيري طريحي
واش ما عندكم ما يدار غير حنايا؟ وسيري وديوها في راسكم، عطونا باتزاع شي شويه. وسيري قلبي لك انت على شي شغل، اما حنا بزاف عليك، انت اللي لقيتي لنا من الحساب. انا لالك وبنت سيدك وبزاف عليك فهمتي، ولا ما عطيتنيش باتساع غادي نوريك شنو كان سوا لا انت ولا بناتك. اه سيري سيري سيري، انا راه ماشي من سهمك. سيري قلبي لك على شي جريه جريها سيري. اخ شوفي فيا طيريني. الشريف اشتي فين ما نجي انا واخا الدوش جان على الشيطان فين ما نجي نخرج نضربها مع الوالده. ايوا انت اللي بقيتي دير اخويا ما دار خوك، خرج لينا حتى مرتك تبع فينا العيور هي اللي بقات. ما تخافيش كنتسناها نتقاد انا وبنتك وديك الساعه ندير داك الشيء اللي قلتي. واش شادك راك تعطلتي؟ غا ما ديرش لينا داك الجواز ديال جواز المنحوس، ما هي امراه مجوجه ما هي عروس. غير تهناي بنتك راه طلقات والبرا ديالها راه في دار القاضي. سيري وليدي انا راضيه عليك، انا مفرشاك بالرضا ومغطياك بالرضا. الله الوالده الله الوالده تهنينا منهم. الله ياخذ فيكم الحق، الله ياخذ فيكم الحق، هذا واش هدي عليكم؟ الله ياخذ فيكم الحق. اي امك جات اش باغي نمد فين هيايا عافيه ولا بنت مسكينه شكون اللي غادي يديها؟ حق الله لا والله لا كنت ها بنات. شو هذا بابا هادشي اللي باغين؟ حنا مولفين دايما سابينا دايما. هذا جد عليكم، هذا جد عليكم. لا اله الا الله محمد رسول الله. اي من الشو ريح مالكي خلي لنا هاد المالكي، علاش اللي خليتينا حنا هنا وراك وهبطتي انت يايا؟ خليني نهبط انت في هالبرد نيت عفتي لي فيها. اييه خرجي اختي شوهينا داكشي اللي بقى خنوضي شوهينا حتى حنا البنات قاسينا وتمونا قاسة بوحدتنا. على مالهم الناس ما كيعرفوهمش عارفينهم وعارفين مسنونهم. وجهناهم الله ياخذ فيهم الحق. صافي. يا سيدي ربي سيري يا الطاهرة الله يطهر سيدي ربي الأرض منك. قولي يا مين صافي نوض نوضي جيبي الموك تشرب نوض قاوم قلبينا ندير حاد شفاش حادك. القناة الأولى كتمنحكم الفرصة للمشاركة في المسابقة الرمضانية الكبرى للفوز بقسائم شراء بقيمة 10,000 درهم، ويمكن لكم أيضا الفوز بشقة رائعة. شاهد المقطع وأجب عن السؤال. أختي أنيسة ولا السي محمد لا ما عرفش شناهو، أنا شيفور ديال الطاكسي فهمتي. شنو هي المهنة ديال حمادة؟ 1 سائق تاكسي، 2 حلاق. للإجابة على السؤال ارسل رقم 1 و2 عبر رسالة SMS للرقم 9898 أو اتصل بالأرقام التالية. شاركوا وضعفوا حظوظكم للفوز بجوائز قيمة. تم الاسماس 10 درهم و80 مع احتساب الرسوم. إلا طرحت عليك سؤال الماء بالنسبة لك ضروري مهم بلا ماء بلا ماء ما تكونش الحياة. هاد الأجوبة كلها صحيحة ولكن واش كنفكروا فيها ملي كنحلوا الروبين؟ كاين اللي كيشطب بالتيوت الماء كيلعب، كاين اللي كيحل الروبيني وكيجاوب في التليفون لا لا ما نخليش المكالمه تدوز، وكاين اللي كيتشكى الروبيني كيقطر 10 ايام ما شتنهال. هذا واقع ماشي خيال. الماء اهم حاجه في الحياه نفكروا فيه وبركه من الضياع. عافيه حدا جيرانكم في دار عيسى بالعربي؟ لا نعم اسيدي العافيه شعلات فصل اخواتاتي بجوج. سيد ممثل الحق العام عندكم شي سؤال؟ نعم سيد الرئيس السؤال للمتهم. ماذا يقول حول اعترافاته التلقائية بالأفعال المنسوبة إليه أمام الضابطة القضائية كونه تحوز بسائل قابل للاشتعال والذي كان بمنزل والديه وهو متبقر من الديليو الذي كان قد اقتناه لتخليط الصباغة وحمل ولاعة من المطبخ وخرج؟ سي سمير عاود لينا كيفاش درتي حتى شعلتي العليق؟ واحد النهار دخلت بالليل للدار وبقيت خواتاتي هما كيبكيو. علاش كيبكيو؟ ديك الطاهرة جات شبعت فيهم معيور. ومنين جاك الدوليو باش شعلتي العافية؟ كان عندنا في الدار كنت باغي نصبغ بيه البيت والكوزين. شايكم الدوليو ولاش بغيتي؟ ما بغاش تصبغي البيت والكوزينه. وقولي بغيتي الصباغه نوضي جبد لنا الصباغه ربما نبدا فيهم اليوم. لا وليدي ماشي اليوم. علاش؟ ولد خويتك اليوم عاد حل عينيه راسي ما راه هادي هو مريض ويلا شم هاد الويل هذا غادي تزاد عليه الحال. نمشيو الدريات نمشيو وليدي الحمام. اجي فين غادي؟ غنمشي نعس
عندك تمشي تحل على ولد اختك. يلاه نعستو غادي غيفيق ثاني ويقلب ليا راس. واش ما غنعس انا نمشي نعس في الزنقه؟ واش بغيتي تفيقوا ليا بحرام انا عستو؟ شكون اللي غلطني غادي نوض ليك من هاد العجينه؟ وعرفتي هو مريض. عطى الله فين تنعس؟ ولا نتوما كتقلبوا على المشاكل هادو جهه المشاكل. يعني سبب وجود دولي عندكم في الدار هو انك تبغي باغي تصبغ به؟ اشف ما كنتيش ناوي تشعل العافيه؟ لا شف العافيه ما شعلت حتى لذاك النهار بالليل. هو حكي لنا بالضبط اش وقع هذيك الليله؟ دابا غير بيا ولا بيهم حتى نشوفوا شكون اللي غادي يعيا ويسلم. يلا بلا حيا بلا حشمه مصيفطين علينا عيالاتهم كيعايروا فينا بالسيف. حيت منا ملي قلنا ليها دير ليهم المحامي باش تجي عليهم ونشدوا دارنا ما بغاتش. والله الا بوجههم احمر ولا ورتينا في دارنا بالحياه. اختي سعداتهم لاقين كلشي فابور اش بغاو؟ انا بعدا اللي ما بغاش تصرت ليا هو هذاك عيسى اللي عمره ما كلف خاطرو جا دق على ولده سول عليه زعما يا حسره البكر ديالو. حيت بنتك ما دارش ليه المحامي باش يخرج ليه القانون الحضانه ديالو، خلاته بحال هكاك بالسيف. الله يدير ليه يديه في عنقه. انا بغيت سيدي ربي الكريم ياخذ ليا فيه الحق في الدنيا قبل الاخره. امين. فاش كتناقلو تاني؟ والو وليدي والو ما كاين والو. طاهره هادي باينه عاوتاني. طاهره على هي بقات على الطاهره، درا ولات الطاهره واتبعوها ها ولادها ها عيالات ولادها المحامين بحال تقول باغيين يقتلوا حنش. كيفاش عيالات ولادها؟ مال هذاك عيسى تا هو تزوج؟ ايها سيدي حتى عيسى راه عاود تزوج حيت كيتسحب ليهم راه غادي يفقصونا وحنا ما فايقين ليهم حتى من النعاس. تصور ولاو كيصيفطوا علينا عيالاتهم باش يعايرونا. نوض نعس ورا الليل هذا نوض. سير اخويا انت تنعس حتى اللي صبح تقرا. ما كدبتش والله ما كدبتش. سير وليدي تنعس نوض نسخن لك حليبه. حليبه وجه الحليب. حيت هي انت اخويا اللي عندك المصارن ديال الحليب. هاد الجوجات باغي يسكتوش. سير لا بقى عندهم ما يدار. سير وليدي انت كاع عندك ما يدار. سير تبعك قريتك الصباح درت تنعس با. سير تخرج العينينا معايا انا. ايه شوف عندك دوز الحليب ديال الولد. والله الا وجهك صحيح الحليب كان تيجيب لي فيه بواه باز اختي باز. والله الا باز نوض نوض تقعد يجيب لي شي مانطان نجبد رجلي عييت. كتشوفيني هي انا اللي نسخر. سير بركه من الهضره وانت عاد نقري ما تدير بحال شي شارفه. سميره جمعك جوج بعدي مني نقصي شويه نقصي شويه. انت كنتي داك النقر على خوك ويلي باش الله ينوض حرش باش يبقى بحال هكاك. انا لا حرش عرفتي تفرخي معاه. علاش كنتي ناوي ملي شعلتي العافيه؟ انا شاف ما كنت ناوي على حتى شي حاجه. انا ملي بالي صداع كثر في الدار ما صبرتش نشوف من خوتي كيتبهدلوا قدامي وانا ساكت. بغاو يديروا معنا تحل حتى فلوس الكرام بغاوش يعطيهم لينا. وهكذا صب سمير بن علي السائل فوق صناديق خشبيه قرب منزل عيسى بن العربي واشعل النار ثم اختفى. وقد تدخل الجيران وتمكنوا من إخمادها. جاوب. لا انا سيدي ما شعلتش العافيه. ما شعلتيش العافيه. سيدي ممثل الحق العام عندكم سؤال اخر؟ نعم سيدي الرئيس سؤال اخير للمتهم. لقد انكر امام مجلسكم الموقر الجرائم الخطيره المنسوبه اليه مؤكدا انه لم يضرم النار في شيء غير مملوك له. سؤال: لماذا فر من مسكنه بعد حضور الشرطة لعين المكان أي مكان الجريمة؟ فين كتشكو شكون يكون شاعل العافية قدام دارك؟ اش غنقول لك أسيد الكوميسير؟ أنا شاكة في هذاك الطيور نح هو اللي يكون شاعل لي العافية في داري. هذاك سمير اتقي الله علاش المعطرة العيشة؟ شوية سمير هو أمه وأخواته ديما كيعايرونا ودي من مخاصمين معنا وديما كيرجمونا معيون. يا سلام سيدي. وهذا نعم سيدي هو الشاهد اللي شافوا بعيني هو كيشعل العافيه ودخل لدارهم هربان. هذا هو الشاهد. شو هو الشاهد؟ اي نعم سيدي. هذاك الكارت ديال تقرا سيدي. هيا نعم سيدي وليا. نعم سيدي انت كنت هنا ملي شعلت العافيه؟ اييه. وشفتي شكون شعلها؟ اييه وبعيني هادو. شكون هو؟ سمير ولد علي وهذا راهم نعم سيدي.
زوب على شربتي؟ هربت نعم سيدي حيت خفت. كيفاش خفتي؟ ولكن اللي ما كيديرش ما كيخافش. انا خفت على مستقبلي، انا باقي كنقراو هذا العام يلا عندي الباك. سيد ممثل الحق العام عندكم سؤال اخر؟ لا سيد الرئيس. دفاع المتهم عندكم سؤال؟ نعم سيد الرئيس، سؤال لمؤازري. صرح امام المجلس الموقر ان هناك دعاوي قائمه بين عائلته وعائله عيسى بن العربي اللي شعلت العافيه حدا داره، هل هو طرف في احدى هذه الدعاوي؟ جاوب، واش كنتي عمرك طرف شي دعوه من الدعاوي اللي كانت بين العائله ديالك وبين عائله عيسى بن العربي؟ لا نعمس، انا بعيد على هادشي. الصداع والمحاكم كان غير بين خواتاتي ودار عيسى بن العربي. دفاع المتهم عندكم سؤال اخر؟ لا سيدي الرئيس. ناديو على الشهيد سعيد بالكبير. اسمك، اسم الاب، اسم الام، العمر ديالك، الوضعيه العائليه، المهنه والمقر السكنه ديالك. اسمي سعيد بالكبير. وبا اسمه كبير بن علي، امي اسمها رقيه بنت عمر. كنسكن في شارع النور 12. شحال العمر ديالك؟ العمر سيدي 56 عام. انا طالب من عاشو وكنسكن حدا جيران سمير بن علي والسي عيسى بن العربي. انت مزوج ولا ما مزوج؟ لا سيدي مزوج وعندي ولد. عندك قرابه ومصاهره او عداوه مع واحد من الاطراف؟ لا. ما عمرك عندك سوابق قضائيه؟ لا سيدي ما عندي حتى شي سوابق. واخا هز يديك اليمنى وقول اقسم بالله العظيم ان اقول الحق. اقسم بالله العظيم تنقول الحق. واخا اشنو كتعرف حول هذه القضيه؟ نهار 12 سيدي في شهر واحد ما بينا ما علينا في 8 ديال الليل تنسمعوا الغوات والخصان في دار سمير مع السي عيسى بن العربي. الغوات والخصان بحال ديما هما كيتخاصموا. خرجت كيبان لي سيدي سمير تيجمع الكارطون والصنادق شعل فيهم العافيه وهرب. جاو الجيران وعيطنا على الجيران، كون ما الجيران سيدي كون شعلت العافيه في دار السي عيسى بن العربي. سيد ممثل الحق العام عندكم سؤال؟ نعم سيد الرئيس، السؤال الشاهد. صرح امام المجلس الموقر انه عاين المتهم يضرم النار عمدا. السؤال هو بماذا اضرم النار؟ وبطريقه اخرى كيف ارتكب المتهم هذه الجريمه؟ جاوب، شتي انت باش شعل العافيه؟ شي قرعه سيدي فيها شي ماء، الله اعلم. واش صانص ولا ما نعرف. وشعل العافيه وهرب. اش دار هذا مسخوط الوالدين؟ اش دار؟ وعيسى وسلم وعد خوه وعد خوه العافيه. فاش شعل العافيه قلتي؟ في الصنادق والكارطون وداك القش وداك الشيء. سيد ممثل الحق العام عندكم سؤال اخر؟ لا سيد الرئيس. دفاع المتهم عندكم سؤال للشاهد؟ نعم سيد الرئيس. اكد الشاهد امام مجلسكم الموقر كونه عاين مؤازري وهو يضرم النار عمدا بواسطه زجاجه تحتوي على سائل. لماذا لم تعثر الضابطه القضائيه على هذه الزجاجه؟ وحين حضور الشرطه لعين المكان لماذا لم تجد مؤازري؟ جاوب. سيدي هو من شعل العافيه هرب وما شدوه البوليس تدازت 4 ايام على شعل العافيه. والقرعه علاش ما لقاوش البوليس؟ هرسها سيدي. شتي هرسها؟ ايه هرسها وهرب. الله يا ربي الله على رجليا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما حشمتيش؟ ها؟ انا قاعده نشم شويه تاع الهواء وبنتي بركه تطلحي عليا في الشطيبه في الوسخ وباز باز. يا من انتهى فيك، من انتهى فيك يا الزميطه نهار العيد. كشتي انا عام سوقاك ومدخلاك لدماغي. ويلي كون شتي انا يا بقيت تحكي عليا وتحكي عليا تنصيفطك للحبس بحال ولدك صافي؟ يا الله ياخذ فيك الحق وياخذ الحق في الظالم اللي كان حيله وسباب. اسمعي لالا خديجه بلا ما تبقاي سمعني عليا بارك الله فيك. انا راه شهدت بداكشي اللي شفت والسلطان بك. اش شفتي؟ باز انتوما كتشهدوا على داكشي اللي بغيتها.
يلقيها ليكم. الحمد لله. فينك عيسى وليدي؟ فينك سالم؟ احياني. بسيط. اهلا اهلا اهلا. كيفين عيسى؟ صور غادي اودي غير المارشي نقضي شي غرض ورجع دغيا. بسعيد. نعم. ولد خديجة اللي كان هربان مالو؟ قرقبوا عليه سوارة الرباح تشد. هاكاك داكشي علاش مني كديت من حدا امو سيرات معني عليا وانا كنسمع وتسمعني الهضره. الله يهديك ابا سعيد. شحال قدو كاع يبقى هربان؟ اربع ايام طاروا عليه البوليس. والله الا عبروا عليه وخليها سيدي باش يتربى باش يعرف شحال العافيه بشحال كيطيح. السلام عليكم. الله يعز الحكام. الله يعاونك. السلام عليكم. السلام ابو سعيد. بسلامه. دفاع المتهم، هل من سؤال اخر؟ لا سيدي الرئيس. على الشاهد الجلوس مع العموم. الكلمه للسيد ممثل الحق العام. سيد الرئيس، السادة المستشارين، تبع المتهم سمير بن علي من أجل ارتكابه جناية إضرام النار عمدا في شيء غير مملوك له طبقا للفصل 581 من القانون الجنائي. سيد الرئيس، السادة المستشارين، يستفاد من محاضر الضابطة القضائية أنها أشعرت بضرورة الانتقال لشارع النور من أجل نشوب حريق، وعند الانتقال إلى عين المكان وأثناء المعاينة تبين على أن حريقا نشب في صناديق خشبية وضعها المتهم وأشعل فيها النار قرب منزل عيسى بن العربي، وأن الحريق تم إخماده من طرف الجيران. سيد الرئيس، السادة المستشارين، لقد اعترف المتهم أمام الضابطة القضائية وأنكر المتهم المنسوب إليه أمام هذه النيابة العامة وأمام مجلسكم الموقر. هذا الإنكار لا يقصد من ورائه سوى التملص من المسؤولية الجنائية، وتفنده تصريحات الشاهد سعيد بن الكبير أمام مجلسكم الموقر، وحيث إنه والحالة هذه تبقى الأفعال المنسوبة للمتهم ثابتة في حقه ثبوتا كافيا، مما ينبغي معه الحكم على المتهم بأقصى العقوبات، ولمجلسكم الموقر واسع النظر. الكلمة لدفاع المتهم. سيد الرئيس، السادة المستشارين، أقف أمام مجلسكم الموقر مؤازرا سمير بن علي المتابع من قبل السيد وكيل العام لجلالة الملك من أجل جناية إضرام النار عمدا في شيء غير مملوك له طبقا للفصل 581 من القانون الجنائي. سيد الرئيس، السادة المستشارين، لقد أنكر مؤازري أمام المجلس الموقر ارتكابه جناية إضرام النار عمدا، ونحن نعلم أن الأمر يتعلق بقضايا الجنايات التي لا تكون الإدانة فيها إلا عند وجود اعتراف صريح بجلسة المحاكمة، وليس ما ضمن بمحاضر الضابطة القضائية. سيد الرئيس، السادة المستشارين، بالرجوع إلى محاضر الضابطة القضائية ضمن فيها أن السبب النزاعات بين عائلة مؤازري وعائلة عيسى بن العربي ليس فقط بسبب الطلاق، طلاق أختي مؤازري، بل السبب الرئيسي كون المنزل الذي يسكنه عيسى بن العربي وعائلته هو في ملك والد مؤازري، وأن هذا الأخير قبيل وفاته له عدة دعاوي مع عيسى، واستمرت الدعاوي مع زوجة المرحوم، دعاوي أداء واجبات الكراء.
القناة الأولى كتمنحكم الفرصة للمشاركة في المسابقة. يلا ما يحلو حتى يخرجوا الجيران ونتشوه عادي يخرجوا يتشوه سالي انت حنا ريوسنا تصعبوا هذا طبلة بندير راه عيد عيد صاحبي عيدوا من تقرب ليا مالكم لاش جايين على الصباح يا كلابس بغيت نتخاصموا احنا ما جايينش نتخاصموا يا ولاد جايين مصبحين عندنا يا كلابس اش كاين فلوسنا فلوسنا واش ما بغيتش مرقوا قال لي وجهو ديال المرقه اش من فلوس كيفاش اش من فلوس اويلي ما ناويش تعطيونا فلوس كرانا راه تجمعوا عليكم شلا فلوس ولا ناويين تاكلونا كرا اييه المخزن كتعرفين المخزن اييه كنعرف المخزن وسير تا يحكم لكم المخزن ديك الساعه جي نتفاهم هذا هو كلامك الاخر المخزن كاين شي واحد يقول المخزن جي هاتوا يقول لكم المخزن واخا يلا اوليدي يلا هادو راه وجوه الشر جايين افترضكم فيها هادشي اللي كتعرفوا ديروا سير اوليدي سير سير تصب صب راه ما تبدا لا والو سير واجي سير عف حالاتك امشي بحالاتي انا سير عطيني اتساع ايه سطيو النح بقى كطريط طق عليا تما سطيو النح واو دني منك راه قالك العود اللي تحقر هو اللي عليك في عينيك سير الله يعينك وسير انت غطرقي انت ويا بوحدكم جا الشرعك يا لطيف ودعاوي افراغ قدمه والد مؤازري قيد حياته في مواجهة عيسى بن العربي وقد صرح مؤازري بهذه المحاضر أي محاضر الضابطة القضائية بأنهم يتعرضون غير ما مرة للعنف من طرف جارهم عيسى مع أن هذه المحاضر ضمن فيها أن الخسارة الناتجة عن الحريق ليست ذات قيمة معينة سبق لكم دعيت عيسى وخوهم هم على الكرام نحن ما عمرنا دعينا الوالد الله يرحمه لي كان مدعي معهم على فلوس الكرام ملي مات باك شنو وقع مات هو الله يرحمه خلانا حنا في صدع وزادو كملوا طلقوا خواتاتي بجوج خاصهم اللي يحكم عليكم باش تخرجوا من الدار واش بغيتو تورثوا معانا ولا كيفاش اش خلى لك باك خلى لك الحجر والتراب علاش تسير دويت سيري في حالتك سير اش كيدير الواليده اش كاين حتى شحال هادي قلت لك انا بعيد من هنا وطلق مني ما تسمعنيش عمرني نشوفك هنايا اش كاين الواليده كلا سيدي مالك فرع في باب الدار قال لك دار باه باغي يدخل ولا ما نعرفش اشوف راه تنهضر معاك طبطي تنهضر معاك اخر مره نشوفك كدور هنا سمعتي ولا لا هذا راه باب دار با انا اللي غندير فيه ما بغيت ماشي نتوما دير فيه ما بغيتي قرب لي لك انت راجل الله تنقرض لك اليدين مع الرجلين واش انت واعر اه واعر اشرح لي اخويا هاد القضيه لا كره وبغيت تخرج من الدار اشرحها لي انا واعر دابا انت واعر واعر انا غنوريك الواعر يلا طب شوف انا تسطي والنح ها عرفتي ولدي ملي كتنوض ليه الهشاميه راه ما كيعقلش على راسو اش كيدير اه غير الواليد هاد الشويه راه هكا كيجي الطانسيون شنو طلع ليا ني الطانسيون الله ياخذ فيه الحق زيدي 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 سير الله يقيها ليك اللهم امين زيدي الواليده نزيدو زيدي وبارك ربي غادي ياخذ فيه الحق حتى شتي حاتهم كيدايره الله يستر فيك هذا هو سبب الخصام معاه من امس ومن بعد ما شعلتي العافيه في باب الدار اش وقع؟ ما عرفتش اش وقع انا كنت مشيت في حالاتي هل عداوة لبناتكم؟ كل سبب طلق خواتاتك؟ لا شاف أنا اللي خلالي شعات العافية أمو وهمو مبغوش يخرجونا من دارهم مبغوش يعطونا فلوس الكرة وحنا محتاجين لهم دابا واش أنت ما غاتمشيش في حالاتك؟ والله حتى غنفارق معاك اليوم ما بيا ولا بك يا ربي تصبرني يا ربي تخرجنا من دارنا سير في حالاتك واش ما كتفهمش؟ أواش تكوليتي كتحنك فيه البعلو أنا عروس الشيطان أنا عروس الشيطان أدري أنا عروس الشيطان سمير حشمت أعدو بلا مشتر رجل أبا سعيد تقع الشيطان أدخل على الوالدة أبا سعيد أبا سمير وحشد صلاة نبي الله ربقى تشفت برو أتا سير تقرانك راه كرري بهم أنا سير خل صافي صاحبي واه سير أيب عليكم واه راكم جيران زعما
با سعيد راه ما درتش انا على وجه الجوره، راه درت حتى على وجه داك الدم المشروك. ما والله تنفرج انا بحال هذا ناري راه فشكال. انا عارف ودير على وجه هاد الدم. يلا بعدا يلا شرب شي كاس القهوه. يلا شرب قهوه تخلصها. مش انا بوحدي الشف اللي وقع لي صدام. هذاك عيسى وخوه امه. شكون اخر؟ امي ديما كتجي لهذيك الطاهره كتبع فيها معيور، هي اللي كتجبدها. يعني انت امك ديما معاهم في الصداع؟ انا امي وخواتاتي الشف. امانتي على هاد الخيابان باب شويه ما كيجاك العمى وما كتشوفيش. انا كنقي حدا باب داري وسختوه ليا. الله اكبر، ولا داركم تكبرتوا عليها كرشكم صافي. معلوم، انا بغيت نعرف علاش مصبحه عليا. واش بيني وبينك شي حاجه قوليها. يلا فاش عينك خرجي ليها قول. ايوا الصباح ديال الله ماشي ديالك، والوجوع علاش تحشموا راه ما بقاش عندكم. ياك اخدي ديج اخدي ديج اخدي ديج. والله ما تفرقتي عليا، يتنوريك العيالات الحرات علاش قادات. ياك ايوا هي دروك ما طلبتي غير الموجود. دابا الا ما نمرمدك الله دابا نيت نزليها الساحه هي. لا لا نيت نزلي الشيطان خليني نوضح. لا لا علاش نهاية إضرام النار عمدا العقوبة هي السجن من 10 إلى 20 سنة. ملف مداولة لهذه الحلقة. اقتنعت المحكمة بأن الجرائم هي ثابتة في حق المتهم، وقضت بتمتيعه بظروف التخفيف لظروفه الاجتماعية وعدم سوابقه القضائية. لكل هذه الأسباب قضت المحكمة بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه، وحكمت عليه ب3 سنوات حبسا نافذا. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله ومع قضية أخرى.